السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الحياة جميلة كما خلقها الله تعالى، منحة، هدية. لما لا؟ الحياة ليست جميلة. نحن كنا في العدم. هل تعلمون أيها الأحباب الكرام، نحن بني البشر، أين كنا قبل خلق آدم عليه السلام؟ كنا عدم. نحن كنا تراب، كنا تراب. وربنا عز وجل كان يتفرد بجلاله في ذي الوجود، يحكي عن نفسه العلية فيقول: كنت كنزا مكنونا فأردت أن أعرف فخلقت الخلق لكي أعرف. لماذا خلق الله الخلق؟ لكي يعرف. رأى الغاية، الأساس من هذا الوجود، رأى ماشي ما أصبحنا نتحدث عنه دوما، أزمة السكن وأزمة التعليم وأزمة الصحة وأزمة الشغل وغلاء المعيشة والصراع الحزبي والتعديل الحكومي والإمبريالية الخارجية والاستعمار الأجنبي والصراع بين القضية الفلسطينية والإسرائيلية، وهذه القضايا التي شملت فكرنا وعقلنا، ونسينا لماذا نحن موجودين، ونسينا الأساس الأكبر. لو أننا عرفناه لتوقفت الحروب، وتوقف سفك الدماء، وتوقف الهم والغم والأمراض النفسية التي شملت أكثر من 65% من ساكنة العالم. نحن أيها الأحباب الكرام كنا عدم، لم نكن موجودين أصلا. كان الله وحده جل جلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع العليم. كان يتفرد في هذا الوجود الذي خلقه فأراد أن يعرف فخلق الخلق لكي يعرف. كان كنزا مكنونا. ومن اللي خلقنا الله عز وجل من أين؟ من تراب. أمر عزرائيل ملك الموت أن يأتيه بحفنة من التراب من الأرض. كان ربنا قد خلق الكوكب الأرضي وأعده وجمله، أمنا الأرض، دار فيها التراب ودار فيها البحار والأشجار ودار فيها السهول والهضاب ودار فيها المناخ المعتدل ودار فيها الفصول الأربعة وزينها وأتتها بحال بنى لنا الدار. ربي عز وجل بنى لنا الدار. راه الدار ديالنا ماشي هو السكن الاقتصادي اللي عندك، وماشي ديك لابارتمون ديال المويان ستوندين، ولا ديك لابارتمون اوت ستوندين، ولا ديك الفيلا. لا، راه دارك هي الارض كلها، انت تملك كل شيء. الارض لنا والسماء لنا والكل لنا. نحن لما نتجول في الارض، البحر لي والسماء لي والارض لي والجبال لي والغابة لي، كل شيء لي، الكل لنا، خلقه الله. احنا ضيقنا نفوسنا، ولكن يقول لك واحد: انا مخنوق في صندوق اقتصادي، انا مخنوق في كذا. انت اللي خنقت نفسك، اخرج الى الوجود، فربنا عز وجل قد خلق هذا الوجود لك. من اللي خلقنا مولانا عز وجل بهذا النعيم، وامر عزرائيل ان ياتي بحفنة من تراب الارض. ربي عز وجل صنعها احسن صنع، خلق بها بشر من طين، دلي السمع والبصر، دلي العينين والأذنين والأنف والشفتين والأسنان والعنق، ودلي الأصابع والأنامل، ودلي الصدر، ودلي البطن، ودلي السرة، ودلي الركب، ودلي السياق، ودلي العمود الفقري. لما صنعه الله نفخ فيه من روحه، نفخ فيه من روحه نفخة، ففتح عينيه وصار إنسان يسمع ويرى ويبصر ويفكر. فيه جزء من الله، الإنسان فيه جزء من ربه، ونفخت فيه من روحي. ثم بعد ذلك ربي عز وجل، الخطيئة رغجت لسيدنا آدم، رغجت في الأصل. ربنا كان مبرمج بأن الإنسان سينزل إلى الأرض. إني جاعل في الأرض خليفة، من الانطلاقة ربي يبغي يدير الخليفة. ثم أنزلنا إلى الأرض لكي نستمتع. احنا خلقنا فقط للمتعة، فالدنيا فيها متاع، ولكن متاع قليل. المتاع الأكبر هو خلقه الله للدار الآخرة، المتاع الحقيقي. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، شغلهم الوحيد هو التمتع. والدنيا خلق فيها الله تمتع قليل باش نستعد للقائه في الدار الآخرة، وهي جميلة جدا. الدنيا جميلة، لكن الناس يضعون نظارات سوداء.
لما أتجول بالطرقات وبالأماكن العامة شحال ديال الناس كنلقاهم غاديين بلا نظارات، ولكن في الأصل راه داير نظارات سوداء وهو لا يدري، كيبان ليه الوجود كله أسود. ملي كتكلم مع الناس كلشي مقلق. إن الإنسان لربه لكنود، هكذا قال الله تعالى، وصف الإنسان، إن الإنسان لربه لكنود. لكنود، الكنود هو اللي كيبقي يعدد المصائب، يقول لك أنا ما عندي زهر، أنا ما عندي حياة، واش هذه دولة، واش هذا نظام، واش هذه حكومة، واش هذه ساعة زايدة ساعة ناقصة، واش هذا كذا. كيبقى دائما يعدد، وما عجبوش على والديه ولا الحي اللي كيسكن فيه، وما عجبوش خوتو، ومن اللي كيشوف راسو في المرايا ما كيعجبوش تراسو. مثل ما قال الحطيئة لما سب الجميع فنظر إلى المرآة فرأى وجهه بشعا وقال لي وجه قبح الله حامله. وكان كلام طويل قبيح لا ينبغي أن نذكره في هذا المقام، لأنه نسي بأن الوجود جميل والحياة جميلة، فكن جميلا ترى الوجود جميلا. ذكرنا فقط هذه المقدمة لأن أختنا جميلة من السلا كلامها فيه تفاؤل، كلامها يوحي بأنها متصالحة مع نفسها ومتصالحة مع أولادها، متصالحة مع محيطها، لأنها أصلا متصالحة مع ربها. راه اللي بغى يتصالح مع نفسه ما يبقاش يقول أنا عندي أمراض نفسية، عندي وسواس قهري، عندي اكتئاب حاد. يتصالح مع ربه أولا، وغتلقى راسك تصالحي مع نفسك. اللي مخاصم مع المجتمع يتصالح مع ربه ويتصالح مع المجتمع، يقول لك شيء اللي قسم الله ذلك مبلغه من العلم ومن الإصلاح، الله يجعل البركة. اللي مخاصم مع العائلة ما عجبه لا مو لا با لا خوتو لا التصرفات تاع عائلة خوتو ولا رجات خواتاتو، غادي يتصالح مع الله تعالى وغادي يقول الحمد لله الذي جمع ووفق بين هؤلاء، وتالي الحياة كلها جميلة، والطعام اللي عنده غادي يكفيه، والرزق اللي عنده غطرح في الله البركة، وتبلي الحياة كلها جميلة جدا. وحتى لو وقع لي شي أزمة من الأزمات، هذيك الأزمة يقول لك هي ربما فيها سر إلهي، هكذا كان يفكر أهل الله. إذا جاءتهم أزمة من الأزمات، أزمة صحية، أزمة مادية، أزمة في العمل، يقول لك لعلها سر من أسرار الله. أشنو السر؟ السر هو أن الإنسان يكون فيه صبا، وذاك الصدى باش يحيد ربي كيعطيه أزمة أو شدة أو مرض، وهذيك المعاناة هي التي تنقيه من هذا الصدى. كيعطوا العلماء الصالحين بحال قطعة الذهب، شوف القطعة ديال الذهب سير عند السباك وعطيتي واحد القطعة ديال الذهب اللي لحق بها الصدى، واحد المعدن اللي هو نفيس وفيه الصدى. إلا بغي يردو نقي وطاهر وكيلمع، أش كيدير داك مول المعدن؟ كيرميه في النار ويشتعل فيه النار، ثم بعد ذلك كيخرج صافي وكيخرج كيلمع. هكذا ربنا عز وجل إذا أراد عبدا من عباده أن يستخلصه إلى نفسه كيعطيه الشدائد وكيعود سبيكة من ذهب. عقلوا لهذه الكلمة، هذه راك يسموا أهل الله. إذا أردت أن تصير سبيكة من ذهب، حتى كل معدن فضة وكل معدن نحاس وكل معدن قصدير وكل معدن أقل من ذلك، لكن أنت إذا أردت أن تكون سبيكة من ذهب ويكون المعدن ديالك قوي، هو أنك دائما تكون من الصابرين إذا أصابتك شدة، وتكون من الشاكرين إذا أكرمك الله بنعمة. دائما المؤمن إما شاكر وإما صابر، عجبا لأمر المؤمن، وذلك كله خير. إن أصابته سراء صبر، وإن أصابته إذا أصابته سراء شكر، وإذا أصابته ضراء صبر. فهكذا هو المؤمن. للا جميلة كنشكر على التواصل ديالك، وأسأل الله تعالى أن يحفظ لك الوالدين ويبارك فيهم ويطول عمرهم ويمتعهم بالصحة والعافية، ويحفظ لك جميع أفراد الأسرة. وذاك الوليد أسأل الله تعالى أن يحفظه في سمعه وبصره وعقله وفؤاده، وأن يجعله مرضيا مهديا من المؤمنين الطائعين السالكين المتسابقين إلى فعل الخيرات. وأسأل الله أن يعم عليكم نعمه وبركاته. وهذه دوما أيها الأحباب الكرام أهل الخير، يقول لك نشرب شراب أهل الصفا. هناك شراب، شراب اللي هو غير مادي، شراب أهل الصفا إذا شربه الإنسان عنده صفاء ذهني وصفاء قلبي وصفاء روحي، ما يحتاج إلى دواء. أهل الله لا يحتاجون إلى دواء، وهذه نظرية في الطب. أهل الطب كيقول لك الطبيب الحاذق هو الذي لا يعطيك دواء، لأن أي دواء
الا وعنده اعراض جانبيه كيدير لك اما الدوخه عدم التركيز كيدير لك الضعف الجنسي كيدير لك لا دياغي كيدير لك البدانه كيدير لك الاسترخاء كل دواء له اكيد له عوامل اخرى والطبيب الحاذق هو الذي لا يصف دواء وانما يحاول ان يعالجك بالكلام وبالحوار اهل الله هذه حرفتهم انهم كيقول لك اشرب شراب اهل الصفا وسوف ترى العجائب ما هو شراب اهل الصفا هو ليس شرابا ماديا هو احساس وشعور سري غريب عجيب ربنا عز وجل يعطيه لعباده المؤمنين كلما تعلقوا به وكلما صفت نفوسهم وصارت ألسنتهم رطبة بذكر الله آنذاك كيلقى بأن الشدائد اللي عنده والمصائب كلها يجمعها في كلمة واحدة فتصير مجرد شفاء وعلاج ونقاء وصفاء حتى يصير كالسبيكة من ذهب ما فيها لا ألم ولا صدأ ولا أي شيء يعيب جمالها اللهم يا رب اسقنا شراب أهل الصفا اللهم اجعلنا من الذين صفت نفوسهم وتنقت أرواحهم قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم السلام عليكم لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.